طيب يا اخوان، احنا مش عارفين شو بدنا ناكل هسه، فرايحين على يعني ضايل ساعه، الساعه 6 على 7:13 او 16 بأذن، فبدنا ندور على محل منيح. اذا بنلاقي عرب بيكون منيح، اذا بنلاقيش برضه منيح، يعني بندبر محل ناكل فيه اليوم، لانه الجامع فقط الاكل فيه جمعه وسبت، جمعه وسبت. فاستمتعوا معي بهالمشوار، نفرجيكم اليوم الثلج شويه اخف من امبارح، تقريبا ما فيش في الشوارع ثلج، فقط حوالين البيوت في ثلج. اذا ملاحظين احمد بفكر افرجيكم الشاورما البولنديه، شاورما نار ودمار، لازم افرجيكم اياها الشاورما البولندية. هسه بنشوفها، فهسه بنشوف مع بعض نشتري ميجا شاورما، وان شاء الله تعجبكم. هاي القطارات بالشوارع، احنا المطعم الاول ما كانش عامل دجاج وانا جاي عبالي دجاج، فرايحين هسه على محل شاورما ثاني نجيب شاورما منه وناكل هناك في الجالرية. Спасибо. Vienna House. محلات بيج دوغ وشغلات. احنا بدنا نروح على هذا المحل الجلارية، في الطبقة الثالثة اكل، فاذا بنلاقي شاورما هناك. هاي المحلات اليوم الاحد ففي منها مسكرة، يعني هذا معتم، في منها مسكرات، بس المطاعم كلها فاتحة، فاحنا رايحين على المطاعم. هاي المطاعم هناك، سفينكس. احنا بدنا هون
عند محل الشاورما. هاي محل الشاورما برلين دونر. يلا طبعا جبنا شاورما ميجا وكولا، وهاي افطارنا شاورما الميجا اللي هي زي المدفع يعني، ان شاء الله تطلع طيبة ان شاء الله. يلا وطلبنا معكرونة، طلبنا معكرونة ان شاء الله تطلع طيبة. طبعا يا اخوان خلصنا الافطار، كان كتير بشهي، شاورما ومعكرونة على الطريقة البولندية، حبيتها كثير. المهم كان بلوك قصير، قضينا فيه يومنا، اكلنا، وبتمنى انكم استمتعتوا معي. نشوفكم المره الجاي، مع السلامه.